السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. اليوم في موضوع جديد برضو من عيادة المالية المنورة. الفترة الأخيرة صار في تساؤلات كثير على استخدام علم اسمه النيجاتيف وون أو نيجاتيف بريشر وون ثيرابي، هو استخدام أجهزة بتساعد على عملية سحب السوائل بيدخل الجرح في بيئة بنسميها بيئة نيجاتيف، يعني الضغط الجوي بيكون في الجرح أو من الضغط الجوي الموجود. الآن هذا الاستخدام له فترة يعني جيدة، حوالي تقريبا 20 سنة بدأ يستخدم بشكل واسع في العالم. نستخدم هاي التكنولوجي بالجروح بشكل عام، كانت حادة في بعض الأحيان والجروح المزمنة. الآن شو فائدة هذا العلم اللي هو السحب العكسي أو الشفط العكسي؟ لاحظنا إنه هو عمل بحسن عندي الدورة الدموية في الجرح بشكل موضعي. من ضمن استخداماتنا لقينا انه هو بيسيطر على السوائل تبعت الجرح، لانه بيركب الجهاز لمده حوالي 4-5 ايام على الغيار، على الجرح الهاي بنحط الغيار. الان بورجيكم الطريقه. النقطه الثالثه انه هو بحفز نمو الانسجه بالجرح، فالجرح اللي بيقعد عندنا تقريبا شهرين او 3 اشهر ممكن احنا نحصل نتائج افضل من هاي، تكون فتره زمنيه قياسيه ممكن يكون ثلث المده تقريبا او نصف المده. فهو بسرع فتره الالتئام بالجرح. بعض انواع الجروح بدها تتغطى لفتره اكثر من 4 ايام، 3-4 ايام، فما بنقدرش نعمل غيارات بشكل مستمر باستخدام النيجاتيف بريشر. طبعا هي في شركات كثيره عالميه موجوده الان في العالم وداخل في الاردن بشكل جيد في الدول العربيه، فيستخدم بشكل كثير الايام هذه. بكل بساطه هي عباره عن هذا مثل المريض، الجرح للمريض بنحط اللي هي المواد المطلوبه، راح نشرح عليها اليوم ان شاء الله بشكل عملي على المريض. بنحط المواد المطلوبه اللي هي الفوم، الاسفنجه اللي بتنحط على الجرح، وبتحط اللي هي المواد اللاصقه بحيث انه يصبح الجرح لاصق تماما، يعني ما في تسريب هواء. وبتشبك على الكونكتر زي ما انتم شايفين اللي هو التيوب هذا اللي هو بسحب الهواء والسوائل الموجوده في هذا الجرح، وبتشغل الجهاز بشكل بسيط بهذا الشكل ايا كان. طبعا في احجام معينه مختلفه، في حجم بيكون الكنستر في مثلا 100 مل، في شيء 400، في شيء 1000، على حسب حاله الجرح وحجمه وكميه السوائل اللي حتنزل في هذا الكنستر او هذا الوعاء. الان زي ما انتم شايفين كيف بصير سحب الهواء، واذا كان في سوائل بيتم سحب السوائل من الجرح وبيضل يمشي لحد ما ينزل في هذا الكنستر. هذا الغيار بيضل تقريبا راكب على المريض من 3 ايام مرات، 6 ايام، 5 ايام، على حسب حاله المريض. ممكن نستخدمه في جروح السكري، جروح الفراش، الجروح بعض انواع الجروح الشريانيه او الوريديه، والجروح العميقه بشكل عام. نستفيد انه هذا المريض جرحه مغطى لمده 4-5 ايام او 6 ايام. شغله ثانيه انه السوائل بيتم السيطره عليها، بعرف شو السوائل الموجوده هنا وكميتها. النقطه الثالثه انه انا ممكن اخذ زراعه من هاي السوائل عينات. النقطه الاهم انه الجرح اللي بيقعد عندي 3-4 اشهر ممكن في خلال شهر يتم السيطره عليه. هاي كانت نبذه بسيطه عن علم النيجاتيف بريشر، وان شاء الله يكون وصلت لك المعلومه. لكن المرات الجايه ممكن احنا نشرح بشكل عملي اكثر على حالات ونرجوكم النتائج ان شاء الله. شكرا لاستماعكم.